مستمعينا بهدى وهن من بانوراما، واليوم رح نتعرف على قسم مهم بمجال التعليم وهو مجال الصحة المدرسية مع مشرف الشؤون الصحية المدرسية الأستاذ إبراهيم الهلالي. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا أستاذ هدى، وسعيد بهذه الاستضافة. يسعد نهارك. اليوم مثل ما قلت للمستمعين، بدنا نفهم من حضرتك أول شيء، شو هي مهام مسؤولي الصحة المدرسية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مهام مسؤولي الصحة المدرسية هي عدة مهام، وكثير من المهام التي تتعلق بالجانب الصحي وارتباطه بالجانب التربوي. نعم. أولا سأتحدث عن مسؤول الشؤون الصحية في إدارات التعليم بالمحافظات. نعم. ثم أنطلق منها إلى مشرف الصحة المدرسية في المكاتب، ثم إلى الموجهين الصحيين في المدارس. أولا نعم، سأبدأ بالمسؤول أو رئيس قسم الصحة المدرسية في إدارة التعليم. نعم. طبعا هذا المسؤول هو مرتبط ارتباطا مباشرا بالمساعد بالشؤون المدرسية. نعم. ارتباطه مباشرة بالمساعد للشؤون المدرسية، يتولى الجوانب التربوية في مجال الصحة المدرسية. نعم. على مستوى المنطقة، ويسهل تنفيذ نشاط الصحة المدرسية. نعم. أيضا يقوم بتنسيق وتنفيذ نشاط الصحة المدرسية في المدارس على مستوى المحافظة. نعم. ويشارك في تنفيذ خطط وبرامج الصحة المدرسية المشتركة المعتمدة على مستوى المحافظة ومتابعتها حسب التعليمات والتعاميم ورفع التوصيات في شأنها إلى إدارة الشؤون الصحية. نعم. بوزارة التعليم، ورفع نسخة منها إلى لجنة الصحية المدرسية في المنطقة. نعم. أيضا الإشراف الميداني على أعمال الموجهين الصحيين بالمدارس وتقييم أعمالهم. نعم. تنسيق وتسهيل مهام عمل ممرض المدرسة وطبيب الصحة المدرسية والمدرسة، والمشاركة في اختيار المشرفين والموجهين الصحيين العاملين في المدارس وفق المعايير المعتمدة. نعم. أيضا التنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية التابعة للمنطقة والجهات المختصة بالوزارة لتنفيذ الدورات التدريبية. نعم. للموجهين الصحيين بالمدارس، التأكد من توفر العيادات المدرسية في كل مدرسة. نعم. وتوفير احتياجاتها، تطبيق معايير الجودة في أعمال الشؤون الصحية المدرسية على مستوى المدرسة. نعم. تنظيم المعاملات والمعلومات الخاصة بالقسم وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بسهولة ويسر. نعم. ثم تحديد الاحتياجات التدريبية والمستلزمات الإدارية والفنية الخاصة بالقسم ومتابعة توفيرها، إعداد التقارير الدورية وأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه. هذا بالنسبة لرئيس قسم الصحة المدرسية في إدارات التعليم. نعم. سأتحدث الآن عن المشرف الصحي في مكاتب التعليم. نعم. أولا ارتباطه المباشر ب المساعد أيضا للشؤون المدرسية، مهامه. نعم. مهام المشرف الصحي أولا الإشراف على أعمال المرشدين الصحيين. نعم. تقييم أعمال المرشدين الصحيين. ثالثا تحديد الاحتياجات التدريبية للموجهين الصحيين. نعم. التنسيق والمتابعة للدورات التدريبية للكوادر التربوية على برامج الصحة المدرسية والمشاركة فيها. نعم. المشاركة في رصد ومتابعة إجراءات إصحاح البيئة المدرسية ومتابعة المخاطبات المرفوعة من قبل إدارة الصحة المدرسية في الملاحظات للجهات المختصة. نعم. سادسا توثيق التجارب المتميزة للموجهين الصحيين في تنفيذ أعمال الصحة المدرسية في المدارس الاستفادة منها ونقل التجربة. نعم. وأخيرا نعم، معلش أعتذر، وليهمك صحة. استحلاء أو استجلاء أسباب تعثر تطبيق برامج وأنشطة الصحة المدرسية في بعض المدارس ووضع مقترحات لحلول لها. المهمة الثامنة المشاركة في إعداد خطة العمل والتقارير السنوية فيما يخص مهامي ضمن فريق العمل بإدارة الصحة المدرسية بالإدارة. نعم. تاسعا القيام بما يكلف به من قبل مدير قسم الصحة المدرسية من مهام في نطاق عمله أو ما يسجد في ذلك. طيب. ثم آتي بعد ذلك إلى دور الموجه الصحي في المدرسة. نعم. الموجه الصحي في المدرسة لا يقل أهمية عن رئيس القسم والمشرف الصحي في
مكاتب التعليم. المجلس الصحي طبعا مهامه مساعدة الممرض في مهامه الموكل إليه، يكون رئيسا للجنة الصحة المدرسية في المدرسة، يتلقى ملاحظات معلمي المدرسة عن المشكلات الصحية لدى الطلاب أو في البيئة المدرسية والتنسيق لاتخاذ الإجراء المناسب تجاهها، ويقوم باستدعاء الفريق الطبي للقيام بالإسعافات الأولية للحالات الطارئة في المدرسة ويسهل عملهم بالتنسيق مع ممرض المدرسة. يتلقى التعليمات والتعاميم والخطط من مشرف الصحة المدرسية ويقوم بإعداد الخطوات التنفيذية لها. يقوم بمساعدة ممرض المدرسة في مراقبة ومتابعة الحالة الصحية للطلاب وحفظ السجلات الصحية للطلاب داخل المدرسة ومتابعة المحالين بأعراض مرضية للمراكز الصحية. ثم يقوم بمشاركة الممرض الموجود المدرسة بتنفيذ البرامج الصحية بالمدرسة. يقوم بتفقد البيئة المدرسية ومياه الشرب ونظافتها والعمل على إنقاذها والإشراف على المكتب المدرسي. أيضا يقوم بالتعاون مع المعلمي المدرسة بتفقد النظافة الشخصية للطلاب ومتابعة سلوكياتهم الصحية والعمل على تحذيرها. يقوم بمتابعة ضحايا العنف من الطلاب بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل ممرض المدرسة وطبيب الصحة المدرسية وإدارة المدرسة. ثم يشارك في اجتماعات والندوات والمؤتمرات حسب الحاجة ويرفع التقارير الدورية للمشرف الصحي. أستاذ إبراهيم شكراً، شكراً لأنك هيك فهمتنا بالتحديد كل من له علاقة بمجال الصحة المدرسية وكيف بتم الموضوع. اليوم لو في أهل أولياء أمور بحبوا يتواصلوا مع الصحة المدرسية لما يلاحظوا أي نوع من القصور بنظافة المدرسة أو المقصف في حال عدم استجابة الموجودين بالمدرسة معهم، كيف بيقدروا يتواصلوا؟ مع مين بيقدروا يحكوا؟ اولا نحن نتقبل اي مقترح، واولياء الامور هم شركاؤنا وشركاء النجاح لنا في الصحه المدرسيه بل وفي العمل التربوي بصفه عامه. ونحن نتلقى مقترحاتهم واي ملاحظه يلاحظونها في المدرسه من ناحيه الصحه ومن ناحيه المقاصف او من ناحيه اي امور اخرى، ونتقبل هذه الأمور بصدر رحب ونسعى بمشيئة الله تعالى لتلافي هذه السلبيات وإيجاد كل ما هو جميل وجذاب من أجل صحة وبيئة صحية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبة. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم، يعطيك العافية. شكرا وإياك الله يحفظك، وشاكر مرة ثانية على الاستضافة، ولو تسمحوا لي بدقيقة واحدة تفضل حتى أوجه باقات من الشكر والتقدير لأناس لهم دور كبير في مساعدتنا في عملنا في الصحة المدرسية. تفضل. أولا أوجه شكري وتقديري لسعادة مدير التعليم بمحافظة محاي العسير الأستاذ منصور بن عبد الله الشريم، وأيضا رئيس قسم الصحة المدرسية بالإدارة الأستاذ عبده حجي عسيري، ومدير مكتب التعليم البركة الأستاذ عبد بن يحيى الصبيحي على دعمهم وتشجيعهم الدائم لنا ودفعهم للعمل الصحي المدرسي حتى يظهر بمشيئة الله تعالى بالوجه الذي يرضي عنا الميدان التربوي الميدان الصحي. شاكرا ومقدرا لكم مرة أخرى على الاستضافة. يعطيك العافية. والسلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم. فاصل مستمعينا ونرجع.